قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، نعم، هل فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، إذا جاء شرعنا بوفاقه فهو شرع لنا، وإن جاء شرعنا بخلافه فهو منسوخ، وإنما الخلاف إذا لم يأتي شرعنا بنسخه ولا بموافقته في خلاف هل هو شرع لنا أو لا. نعم، وهذا من القسم الأول مما جاء شرعنا بموافقته يكون شرعا لنا. نعم.